هسا في المحاضرات الماضية حكينا احنا في أول محاضرة، أوكي، للأصل أن تكونوا قريتوها، أنه في عندنا two types of decomposition. في عندنا two types of decomposition. اوكي، اول نوع من الديكومبوزيشن يا نشامه اللي هو ايش؟ اول نوع من الديكومبوزيشن اللي هو الدوليتل ديكومبوزيشن. والدوليتل ديكومبوزيشن يا نشامه اللي هو بيكون الاي هي عباره عن حاصل ضرب بالال في اليو، والال اللي هي lower triangular matrix، والابر واليو اللي هي upper triangular matrix، اللي هو بيكون الفورم عندنا زي هيك. A هاي الماتريكس A is equal to L lower triangular multiplied by اللي هي U. هذا أول عبارة عن حالة اللي هي الدوليتل. أوكي يا نشامة. في الكراود ديكومبوزيشن اللي هي الحالة الثانية للديكومبوزيشن، بتكون الـ A بالعكس اللي هي الـ U في ايش؟ في الـ L. بالتالي قارن بين هاي وبين هاي. عبارة عن there are two configurations، يا اما الـ U يا اما U L. اوكي يا نشامة. وبالتالي هاي الصفحة مهمة جدا اللي هي آخر صفحة ناقشت لكم إياها I think. اوكي. ناقشناها آخر صفحة اللي هي هون عبارة عن حكينا فيها في التسجيل انه ايش؟ بيكون في عندي التوتال نمبر اوف unknown elements بالمقارنه مع التوتال نمبر اوف اللي هي equations، بيكون في عندي زياده عدد بمقدار قديش؟ n. زياده بمقدار n، بالتالي هي التوتال نمبر اوف elements ال unknown elements اللي هي n squared plus n، والتوتال نمبر اوف equations n squared. بالتالي حتى يصير system determined system، اوكي، لازم عبارة عن ايش؟ لازم نفترض عندي هذول الفرقية اللي هي n elements من الـ unknown elements، لازم نفترضها فرضية. وحكينا في المحاضرة اللي الأصل شفتوها انه ايش يا نشامة؟ انه في حالة الدوليتل ديكومبوزيشن الـ n elements اللي بنفترضهن بيكون على الدياجونال elements تبعات مين؟ تبعات الـ L. نفترض كل الدياجونال elements تبعات الـ L يونيتي. وفي حالة الكراود ديكومبوزيشن، اوكي يا نشامة، بنفترض ايش؟ بنفترض كل اليونتس اللي في الدياجونال اليمنتس اللي في اليو بنفترضهن ايش؟ بنفترضهن يونيتي. اوكي يا نشامة. وبالتالي هون عندنا بصير في عندي وانس انه يعني كل الشغل على الدياجونال اليمنتس. في حالة الدوليتل بفترض انه الدياجونال اليمنتس عندي قديش؟ في اللي هي الـ L matrix بفترضها عبارة عن unity. وفي حالة الكراوت بفترض أن الديجونال elements اللي في الـ U matrix هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن unity. ولا تنسوا أنه هيها، لاحظ معاي هون عندي اللي هي U's الديجونال، وهون في عندي الـ L's اللي هن الديجونال. بالتالي مرة بفترض الـ L's unity اللي في حالة الدوليتل، ومرة بفترض الـ U's اللي هي الديجونال يونيتيز اللي هي حالة مين؟ الكراوت. اوكي نشامة. طيب خلص بدي امشي معكم، بما انه احنا وصلنا للصفحه 51 مش مشكله، بدي امشي معكم، بس يمكن نضطر ناخذ محاضرات اضافيه او مواقع معينه اقول لك شوفها هاي سيلف ريدنج. اوكي نشامة. طيب لو افترضنا انه هو سيستم اوف لينير كويشنز هذا اللي هو اكس از ايكوال تو بي، احنا في الدوليتل ديكومبوزيشن مش قلنا الـ A هي عبارة عن حاصل ضرب الـ L في U؟ طيب يجينا مسكنا الـ A هاي وحطيناها محل مين؟ محل الـ A هاي. يجينا مسكنا الـ L U وحطيناها محل الـ A، شو بدأ يصير النيو سيستم؟ بده يصير L U في X اللي هي هاي عبارة عن هون، بده يصير يا نشامة، بده يصير اللي هي ال يو هاي يوم حطيناها محل هون، بده يصير ال يو في اكس، اوكي، محل هون.
is equal to b. بالتالي هذا السيستم اللي شامة ممكن نقسمه ل two systems ux وبنسميه ux is equal to d. هاي أول pair of matrices ux بنيجي بنمسكهن وبنطلعهن وبنسميهن إيش؟ وبنسميهن نشامة الـ ux عبارة عن إيش؟ بنسميهن d. بالتالي هاي كل محل هاي بحط d. أوكي؟ وبالتالي سمينا الـ ux is equal to d. طيب إذا جينا مسكنا الـ d اللي هي n by 1 وحطينا محل الـ ux هاي اللي سميناها d، شو بده يطلع عندي السيستم الثاني؟ بده يطلع عندي السيستم الثاني اللي هو ال d is equal to what؟ b. وبالتالي يا شباب بطلع عندي two systems هيهم. أوكي نشامة، ولاحظ هذول two systems واحد منهم upper triangular واحد منهم lower، وإحنا في الجاوس elimination في الكومون ميثود شو كنا نساوي يا نشامة؟ بالجاوس elimination forward elimination وباكورد substitution. ايوه خلينا على الفورورد elimination. الفورورد elimination بنهايته شو كنا نساوي؟ شو كنا نحصل؟ upper triangular طلع لنا. ايوه كنا نحصل على upper triangular، وبالتالي هاي يا نشامة الابروتش هذا حصلنا فيه على upper triangular. هل مجرد ما حصلنا فيه على upper عبارة عن هو جاهز للsubstitution phase ولا لا؟ مظبوط صحيح. طيب معناته يا نشامة إذا جاهز substitution phase، أوكي نشامة، assuming إنه D موجودة، assuming إنه D موجودة، assuming إنه مين؟ الـ U موجودة، هل بقدر أطلع اللي هي الـ X ولا لا؟ دكتور صح ولا لا يا نشامة؟ إذا كانت assuming، افترض معي الـ X الـ D موجودة معروفة والـ U معروفة، هل بقدر أحل الـ unknowns تبعاتي اللي هي الـ X تبعاتي ولا لا؟ يس. طيب اذا بنيجي للسيستم الثاني، هل هذا السيستم الثاني بذكرنا بالرير جاوس اليمينيشن ميثود؟ دكتور الرير مش كنا نحول الاي للور تريانجولر ولا لا؟ صح ماشي مع الشباب ولا لا؟ معك دكتور معك. اوكي بالتالي سواء ابر تريانجولر ولا لور تريانجولر، هل في داعي لإليمينيشن فيز إلى إذا أنا حصلت على إما أبر أو لور تريانجولر سيستم أوف إكويشنز؟ هل في داعي للإليمينيشن ولا جاهزات للسبستيوشن ولا لا؟ لا جاهزات دكتور، جاهزات للسبستيوشن. بالتالي صف عندي هذا السيستم الأصلي، السيستم الأصلي اللي هو AX is equal to B، حولته لـ two systems. أول واحد اللي هو ux is equal to d، والثاني اللي هو ld is equal to what؟ b. وبالتالي هذا حالة مين؟ الدولتة. وبالتالي الدولتة بدأت أول بدأت تكون من two phases. أوكي أول phase اللي هو decomposition. decomposition كيف؟ إنه given الA، given الA matrix we want to find الL والU matrices. وضحت؟ الـ decomposition phase شو المقصود فيها؟ مش قلنا هون الـ A is equal to LU؟ صح يا نشامة ولا لا؟ بالتالي في الـ decomposition phase given الـ A we want to find الـ L matrix and the U matrix. طيب معناته الـ decomposition phase هي بقول لك we want to find the elements of the lower triangular اللي هي الـ L and the upper triangular matrix اللي هي من خلال هاي A is equal to L في U، وال A هيها اللي هي N by N، وال L هيها وال U هيها. احنا شو حكينا قبل شوية نشامة؟ هل ال L في حالة اللي هي الدولتي اللي قلنا بنحط كل الدياجونال elements تبعات unities هون في حالة الدوليتل بنحط كل الإليمنتس تبعات الـ L is equal to what؟ unit. اوكي نشامة، وبالتالي
هسا انا عندي تو سيستم اوف ايكويشنز، هذا اللي هو يو اكس از ايكوال تو دي وال دي از ايكوال تو بي. مع مين ببلش؟ بعد ما سويت السبستيوشن فيز هاي، وسوري الديكومبوزيشن فيز، اللي هي طلعت جيفن الاي اوجدت اليو واوجدت الال. بعد ما اوجدتهم صار اليو والال هذول معروفات، او اليو والال هاي معروفه. بروح اوكي نشامة، وبروح للنكست فيز اللي هي السبستيوشن فيز. طيب السبستيوشن فيز اللي هي بتستخدم التو ايكويشنز هذول، بس باي واحده ببلش؟ هل ببلش بيو اكس از ايكوال تو دي ولا ال دي از ايكوال تو بي؟ شو رايكم؟ معي شباب؟ احنا عندنا هون تو سيستمز، هاي باول مرحله من الديكومبوزيشن فيز اجينا جيفن الاي اوجدنا الال واليو، كيف؟ راح نشوف بعد شوي. يعني بدك تفترض انه الال واليو they have been specified، يعني حليناهم الال واليو جيفن صارت. هاي وين؟ نحسبهم بالديكومبوزيشن فيز. طيب بعد ما خلصنا الديكومبوزيشن فيز معناته صارت اليو هاي معروفه والال هاي شو مالها؟ برضه معروفه. معناته بنرجع لهذول التو سيستمز وبنطبق عليهم الديكومبوزيشن اللي هي السبستيوشن فيز. طيب في حاله السبستيوشن فيز يا نشامة بمين لازم ابلش؟ بهاي ولا بهاي؟ هاي اللي تحت. اللي تحت، ليش اللي تحت؟ مين اللي حكى؟ مين اللي حكى اللي تحت؟ ما انا دكتور ما وعدت. طيب بس قلت خافش ما فيهاش قطع روس، ليش؟ طلع الدي، مش متاكد. طيب ليش بنبلش بالتحتانيه؟ صح حكيك، ليش بلشنا بالتحتانيه؟ هسه هل البي معروفه؟ لا بدنا نطلع الدي. مش معروفه؟ لا معروف البي. يا شباب احنا بلشنا بسيستم اوف ايكويشنز هذا، صح؟ هذا السيستم الـ A معروفة والـ B معروفة، وبدنا نحل مين؟ الـ X. الـ X vector is the unknown vector of dimension n by 1. والـ N الـ coefficient matrix is known. والـ B known. بالتالي B is known. أوكي نشامة؟ وبالتالي كون الـ B is known، هاي من الـ problem formulation، من صيغة السؤال تبعنا. والـ L لو وجدناها بالـ decomposition phase معناته can I solve this system and solve it for D؟ صح صح ولا لا يا نشامة؟ معي شباب ولا في ناس صالحة والرب راعيها؟ بالتالي given ال B من ال problem statement وال L من ال decomposition، هاي حكيناها بنوجد هذول الثنتين. بالتالي مين صفى عندي؟ صفى عندي D، هاي بقدر أوجدها من ال second equation. طيب هاي لاحظ هون بقول لك هاي اللي هي بعمل بطبق الفورورد سبستيوشن، ليش؟ عشان ال L يا نشامة عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن lower triangular، بالتالي ببلش بأي رو؟ في الرو الأول. الرو الأول وبنتهي وين؟ في الرو الأخير، وبوجد من خلاله، هل بوجد الدي فيكتور؟ صح؟ صحيح. طيب هسه بعد ما اوجدت الدي هل برجع للايكويشن الاولى؟ يس نرجع للايكويشن الاولى. الدي هاي منين اوجدناها؟ من هون، من اول فيز، من هاي. بعدين اليو مش قلنا من الديكومبوزيشن فيز اوجدنا الال واليو؟ يس. بالتالي مين ظل عندي هون؟ الاكس. الاكس. وبالتالي احنا كل مربط الفرس انه ما بنوجد مين؟ بنوجد الاكس. بالتالي بعدين بطبق هذا الايكويشن اللي هي يو اكس از ايكوال تو دي. اليو هاي قلنا نحلها منين؟ من الديكومبوزيشن فيز، والدي اوجدناها من الخطوه هون، من اول تعويض، من الفورورد سبستيوشن. وبعدين باجي بطبق اللي هي الباكورد سبستيوشن وبوجد كل الاكس فاليوز، وبالتالي بيكون عندي ايش؟ حليت السيستم اوف لينير ايكويشنز ولا لا؟
هل بكون حليته؟ يس. بس. طيب هسه هذول يا نشام الاكويشنز هذول ماثيماتيكال اكويشنز، مش راح ادخل بتفاصيلهم معكم ومش مطالبين فيهم. هذول يوم بدك تبرمج هاي بروجرامينج لانجويج او بدك تبرمج الطريقه بتستخدمهم، اوكي يا نشامه؟ بالتالي انا بهمني انه تفهموا الالجوريثم بطريقه مبسطه مش طريقه معقده لغايات البروجرامينج ان افري اللي هي ادفانسد ليفل اللي هي هون بتضيعوا فيها، بصير فيكم عو وموت. طيب هسه بنيجي لنقطه ثانيه. احنا نشامه لحد هسه شو مر معنا الجوريثمز لحل السيستم اوف لينير اكويشنز؟ هل مر معنا بس الجاوس اليمينيشن؟ صح؟ بس غير الجاوس اليمينيشن مر معنا لغايه الان؟ لا. طيب هون بيقول لك الجاوس اليمينيشن والدوليتل اليمينيشن او الديكومبوزيشن ميثود بشكل عام بتطلب نفس عدد الماثيماتيكال اوبريشنز. بالتالي اذا متذكرين مر معكم بماده الامتحان انه في الجاوس اليمينيشن اذا كان عندي سيستم سايز لارج اللي هي الان از لارج، هاو ماني اوبريشنز اريثمتيك او ماثيماتيكال اوبريشنز ار ريكويرد ان كيوبد اوفر 3 ابروكسيمتلي. متذكرين هاي القاعده؟ اوكي. بالتالي ككمبيوتيشن وايز الدوليتل ديكومبوزيشن والجاوس اليمينيشن باخذن نفس عدد الاوبريشنز، وبالتالي باخذن نفس التايم، وبالتالي بيكون فيهم نفس تاثير مين؟ الراوند اوف ايروز. عشان الراوند اوف ايروز هل بيعتمد على النمبر اوف اريثمتيك اوبريشنز ولا لا؟ معاي شباب ولا لا؟ الراوند اوف ايروز هل بيعتمد على عدد الاريثمتيك اوبريشنز ولا لا؟ مظبوط صحيح. اذا كان عدد الاريثمتيك اوبريشنز في الجاوس اليمينيشن مشابه لمين؟ للدوليتل ديكومبوزيشن، معناته تايم وايز ذا سيم تقريبا، وراوند اوف ايرورز برضه بده يكون ايش؟ ذا سيم. وضحت يا شباب؟ طيب هسه يا نشام بدنا نشوف انه هل في، ليش انا قلت لك هذول يا نشام الايكويشنز عباره عن بغلبن؟ هذول الايكويشنز عباره عن هن، يعني هاي الايكويشن، هذول التو ايكويشنز وصف للابر ولور تريانجولر ماتريكس، بس اكثر شيء اللي احنا بنستخدمه لغايه ايجاد اليوز والالز، لان هذول اللي انا معلم عليهم. هذول يا نشام ذي ار اوكي بس بدخلنا كمتاهات شوي. خلينا ناخذ ابروش ثاني. بقول لك في الدوليتل ديكومبوزيشن في طريقه ثانيه لايجاد الال واليو ماتريسيز. شو الطريقه هاي؟ بقول لك هاي بنوجد الال واليو دايركتلي من وين؟ من الفورورد اليمينيشن تبع مين؟ تبع الكومون جاوس اليمينيشن ميثود. متذكرين الفورورد اليمينيشن تبع الكومن جاوس اليمينيشن ميثود ولا لا؟ مش الجاوس اليمينيشن متالف من تو فيزز اللي هي الفورورد اليمينيشن والباكورد سبستيوشن. بالتالي هون احنا ما بنحكي عن السكند فيز، وي ار سبيكينج اباوت مين؟ الفيرست فيز اللي هي الفورورد اليمينيشن فيز. هون بحكي عن الكومن جاوس اليمينيشن ميثود. بالتالي بقول لك اليو تبعت مين؟ تبعت الدوليتل، هي نفسها الماتريكس اللي بنحصل عليها من مين؟ من الفورورد اليمينيشن فيز تبعت مين؟ تبعت الكومن جاوس اليمينيشن ميثود. بالتالي انت يوم تخلص الكومن جاوس اليمينيشن بتحصل على الابر تريانجولار ماتريكس. بقول لك بالدوليتل الابر تريانجولار ماتريكس هي نفسها اليو. طيب هاي اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه، مش انا قلت قبل شوي في الدوليتل كل الدياجونال اليمنتس في الال ماتريكس بيكون يونيتيز؟ صح؟ ماشي مع الشباب ولا لا؟ اه صحيح. قبل شوي حكيت انه الدياجونال اليمنتس في الال ماتريكس
في حالة الدوليتل بيكون كلهن ايش؟ يونيتيز. طيب هسه يا نسامة معناته بيظل الانون اليمنتس اللي عندي كلهن اللي بلو دايجونال اللي هذول الامز انا مسميهم. طيب بقول لك يا نسامة الامز هذول هن عبارة عن مين؟ الامز هن عبارة عن الملتبلايرز، الملتبلايرز اللي هن هيهم ام جي اي اللي بنستخدمهن في الاليمينيشن بروسيس. هاي متذكرين هاي الاوبريشن؟ هل هي العمود الفقري تبع القاوس اليمينيشن؟ مظبوط دكتور. بقول لك الام هذول الامز اوكي هي نفسها مين؟ هي نفسها الريشيو هاي لي اي جي اي على اي اي اي، وبالتالي هي كاتبها هون مره ثانيه. اوكي نشام الام جي اي ان جنرال يعني اي ام هون بدك اياها هي عباره عن الاي جي اي على الاي اي اي اللي من خلالها كنا نعمل تصفير او زيرو وينج لمين؟ للكورسبوندينج اليمنتس بلو دايجونال صح. وبالتالي اثناء الفورورد اليمينيشن فيز في عندي الملتبلايرز اللي انا بستخدمهم اثناء الاليمينيشن اللي انا بسميهم ام جي اي، هذول الملتبلايرز بنحتفظ فيهم وبنحطهم بنفس الاوردر وين؟ في الال ماتريكس بنفس الاوردر. يعني مثلا هاي ام 2 1 شو بدها تكون؟ بدها تكون اي 2 1 على اي مين؟ على اي 1 1 اوكي نشامه. وبالتالي بنمشي فيهن وهون كل اوبريشن هاي الكوفيشنز تبع الاي اي هاي بنجمعهن وبنحطهم بنفس الترتيب وبنفس المحل هن بيطلع عن الملتبلايرز اللي عندي حسب المعادله هاي. بالتالي صفى عندي هيها بقول لك ال جي اي هي نفسها الام جي اي وهي نفسها الاي جي اي على اي 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 هذول الامز اوكي. والدياجونال اليمنتس بيكون ايش؟ اليونيتيز. طب اليو كيف وجدناها؟ ما احنا حكينا هون اليو هي نفسها مين؟ هي نفس الابر تريانجولر ماتريكس اللي انتهينا فيها في مين؟ بالفورورد اليمينيشن فيز. وضحت يا نشامه؟ واضح يا شباب؟ طيب اخر ملاحظه بقول لك الدي شو مالها؟ بقول لك الدي هي نفسها مين؟ الفيكتور اللي بنعمل له اوجمنتيشن في القاوس اليمينيشن اللي هو البي بعد ما نطبق عليه مين؟ الفورورد اليمينيشن فيز. الدي هي البي فيكتور بعد ما نطبق عليه الفورورد اليمينيشن فيز. بنمسك الفيكتور اللي على اليمين في الاوجمنتد ماتريكس هو نفسه هذا بيكون الدي. طيب خلينا نشوف يا نشامه الاكزامبل هذا. الاكزامبل هذا بقول لك اوجد الدوليتل ديكومبوزيشن واحسب لي يعني هو بمعنى اخر بقول لك فايند مين؟ فايند اللي هي ال اند يو ماتريسيز. معنى اخر هون بقول لك فايند اللي هي ال اوكي ما قاعد بقول لك اعمل الديكومبوزيشن اللي هي فايند ال واليو ماتريسيز وبعدين احسب قيمة الاكس اذا كانت عندي البي قديش؟ هاي الفاليو. طيب بنيجي بنبلش بالديكومبوزيشن فيز. هون ما بدنا نحسبها حسب المعادلات اللي قبل شوي هذول المخربطين. بدنا نحسبها حسب الكومون جاوس اليمينيشن ميثود. بالتالي يوم نيجي نطبق الفورورد اليمينيشن فيز تبعات الكومون جاوس اليمينيشن ميثود بدون الدخول بالتفاصيل زي الاكزامبلز اللي مرن معكم عدناهن وزدناهن بما فيه الكفايه بنحصل على الابر ترينجولر ماتريكس هاي. بعد ما ننهي مين؟ بعد ما ننهي الفورورد اليمينيشن فيز. بالتالي الابر ترينجولر ماتريكس اللي بنهايه الفورورد اليمينيشن هي نفسها اليو ماتريكس. طيب هاي اول ملاحظه اليو. طيب انا هون مش عندي هذول الثري اليمنتس صفرتهم صح ولا لا يا نشامة؟ مش هذول الثري اليمنتس صفرناهن ولا لا؟ دكتور صفرناهم. طيب هذول عملية التصفير كيف تمت؟
مش تمت من خلال الإكويشن هاي. صح مظبوط صحيح. طيب لحتى سوينا هاي مش طلع عندي مالتبلايرز اللي هن الام جي اي ثلاث مالتبلايرز ولا لا؟ طلع عندي ثلاثه مالتبلايرز اللي هن هي الام جي اي اليوم طبقت الاكويشن هاي وبالتالي جهن المالتبلايرز هاي. بقول لك هذول الثلاث مالتبلايرز اذا حليتوهن انتم بيديكو بيطلع معك ام 21 هاي 2 وام 31 6 وام 32 6.25. بالتالي أنا عندي هاو ماني ملتبلاير، هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة. بالتالي الثلاثة هذول هيهن نفس الترتيب بيطلع عن هذا يعني L21 وهذا L31 وهذا L32. بالتالي هاي M21 قيمته قديش؟ 2 هاي حطيناه هون اثنين. و M31 قيمته قديش؟ 6 اللي هو هذا هو اللي هو حطيناه هون اللي هي نفسه قيمة ال وام 32 هيو حطيناه هون بالنهايه اللي هي 6.25. هاي حاله ال. ولاحظ الديجونال اليمنتس اللي على ال قديش بيطلعن؟ دائما بنثبتهم مقدار قديش؟ يونيتيز. ال ماتريكس في حاله الدوليتل بنثبت الديجونال اليمنتس تبعاتها وين؟ على يونيتي فاليوز. طيب بعدين يا نشامه بنبلش هيك معناته اوجدنا ال ماتريكس هيها واليو ماتريكس وين هي؟ هي معناته هل خلص الديكومبوزيشن فيز؟ شو رايكم؟ هل الديكومبوزيشن فيز خلص؟ دكتور شو الهدف من الديكومبوزيشن المره الاخيره؟ اني من الاي ماتريكس اطلع اليو والال، بالتالي هي اليو طلعناها هون وهي الال طلعناها هون، معناته الديكومبوزيشن فيز خلص، وين بروح؟ للسبستيوشن، معناته يا نشامه بالسبستيوشن بدي احل مين؟ بدي احل السيستم هذا ال دي زي كوال تو بي، البي معروفه والال معروفه والدي وي شود سولف فور دي. معناته ايه يا نشامه؟ بيطلع معي السيستم هذا اوف ايكويشنز واي سولف ات فور دي، واذا حليناها للدي بيطلع معي هذا هو اللي هو الدي فيكتور. طيب بعد ما اوجدنا الدي بنروح للسيستم الثاني اليو يو اكس از ايكوال تو دي. اليو برضه معروفه من الديكومبوزيشن فيز والدي هسه دفتها هسه حليناها، بالتالي وي شود سولف فور وات؟ الاكس. وبالتالي يا نشامه بيطلع معي هذا السيستم اوف ايكويشنز اللي هاي عباره عن اليو ماتريكس وهذا الدي فيكتور حليناه قبل شوي وهذا الانون فيكتور اللي هو 3 باي 1 فيكتور، وبالتالي وي سولف ات فور اكس 1 2 3 وبيطلع عن الحل عندي بالحاله هاي زي ما هو موجود عندك. اي سؤال يا نشامه؟ أي سؤال يا نشامة؟ أي سؤال يا شباب؟ بالتالي دائما يا نشامة في الديكومبوزيشن أي ديكومبوزيشن تتألف من مرحلتين أساسيات سواء الكراوت أو الدوليتل. أول مرحلة اللي هي الديكومبوزيشن فيز إنه نعمل سبليت للأي لحاصل ضرب إما ال في يو أو يو في ال. ال في يو معناته بحكي عن دوليتل، يو ال بحكي عن كراوت. ترى انا عندي تو تشانسز انه لضرب التو ماتريسيز يا اما ال يو يا اما يو ال، في احتمال ثالث؟ شو رايك يا نشامه في احتمال ثالث؟ لا دكتور ما في، ما في احتمال ثالث عن ذاتك يا جحا، يا اما ال A is equal to ال في يو يا اما قلبه بصير يو في ال. اوكي وبالتالي ال ال يو بنسميها الدوليتل واليو ال بنسميها الكراوت. وبالتالي في الديكومبوزيشن فيز الهدف منها انه given A we should find both ال L and U matrices. بعدين بروح لوين؟ للسبستيوشن فيز. بنبلش بال L D is equal to B. بنبلش بهاي L D is equal to B عشان ال B معروفة وال L معروفة وبعدين بنحل ال D. وبعد ما تفرط الدي بنروح للنكست فيز اللي هي الباكورد سبستيوشن وبنحل مين؟ يو اكس از ايكوال تو دي. اليو حليناها من الديكومبوزيشن فيز والدي قبل شوي طلعناها، معناته وي سود سولف فور اكس وبالتالي بنوجد الاكس فاليو وخلص بكون انتهت الامور. وضحت يا نشامه؟ طيب خلينا نروح للسكند ديكومبوزيشن كاتيجوري اللي هي الكراود ديكومبوزيشن.
هسا عندي في الكراوت نفس السيستم موجود عندي. نفس السيستم موجود عندي. اوكي نشامل يو اكس از ايكوال تو بي. بس بالكراوت زي ما حكيت انا شو بكون الاوردر تبع المالتيبليكيشن بين ال واليو؟ في الدوليتر بيكون ال في يو، في الكراوت اليو في البدايه والال بعديها، صح؟ وبالتالي اذا جينا مسكنا الاي هاي اللي هي قيمتها يو في ال عوضناها محل الاي هاي بحصل على السيستم هذا. اوكي؟ وبعدين باخذ هذا السيستم اللي هي ال في اكس وبسميه دي. واذا جيت حطيت محل ال اكس دي شو بصير عند السيستم الثاني؟ بصير يو في دي از ايكوال تو بي، هذا السيستم الثاني. بالتالي احنا حولنا السيستم اوف لينير ايكويشنز اللي هو هذا بعد ما سوينا الديكومبوزيشن حولناه لتو سيستم اوف لينير ايكويشنز، بس كلاهما عباره عن واحد بيكون ابر تريانجولر وواحد بيكون ايش؟ ايش يا نشامه؟ التو سيستمز اللي حصلنا عليهم سواء بالدوليتر ولا بالكراود، واحد بيكون ابر تريانجولر سيستم اللي هو هون وهون، واحد بيكون لور تريانجولر سيستم. وبالتالي نشامه هون صفى عندي هاي اول سيستم وهذا السيستم الثاني. طيب تعالوا معي، وين لازم نبلش؟ شو رايكم؟ وين لازم نبلش؟ هل لازم نبلش بهذا ولا بهذا؟ باللي تحت دكتور. دائما باللي تحت، ليش؟ عشان انا شايف بدك تشوف الاكس هاي مجهوله والدي مجهول لسه ما عرفناها، بس ال معروفه من الديكومبوزيشن فيز. بالتالي بينما هون البي موجوده من السيستم فورميليشن، هيا هاي معطاه عندك. اوكي؟ البي معروفه واليو بيكون حسبناها من خلال الديكومبوزيشن فيز. بالتالي شو مطلوب منا؟ انه نحسب الدي. وبالتالي الكراود ديكومبوزيشن بتالف من التو فيزز. الديكومبوزيشن فيز شو الهدف من الديكومبوزيشن فيز؟ انه نوجد الاليمنتس تبعات ال وتبعات اليو حسب الفورمولا هاي اللي هي A is equal to U في ال. وبالتالي هي A is equal to U في ال، هي الA ماتريكس وهي اليو ابر وهي ال اللي هي اللور. طيب بعدين بنروح للنكست فيز، وين لازم نبلش؟ لازم نبلش باي شيء فيه بيكون فيه على الرايت هاند سايد البي. يوم يكون عندي الرايت هاند سايد بي هذا بنبلش فيه. بالتالي البي نوع واليو بنكون حسبناها من الديكومبوزيشن فيز، هاي اوجدناها. بالتالي وي سولف ات فور وات؟ وي سولف ات فور دي. بالتالي هاي اليو بيكون فرطت معنا we have found it from the decomposition phase. Will be it's given from the problem statement. والدي بنوجدها من هون وبالتالي بتكون الدي فرطه. طيب بعد ما تفرط الدي بروح للنكست substitution phase او substitution stage اللي هي بروح لهاي الاليمنت لهاي الماتريكس. الدي اوجدناها قبل شوي والال معروفه من الديكومبوزيشن فيز. وي سولف ات فور وات؟ We solve it for x. وبالتالي نشامل ال حليناها بالديكومبوزيشن فيز والدي بالفيز اللي قبل شويه والاكس بنوجدها من هون وبنحلها بالكامل. وضحت يا نشامه؟ وبالتالي هاي الملاحظه زي الملاحظه حكيناها قبل شوي لمين؟ للدوليتل. الدوليتل ولا الكراوت اثنين ككمبيوتيشنال وايز بيستخدم من الهم نفس عدد تقريبا الارثمتيك اوبريشنز زي مين؟ زي الجاوس. يوم يكون عندي الان او السيستم سايز لارج بالتالي كلاهما بيعطيني ان كيوبد اوفر 3 اوبريشنز. اوكي نشامه؟ وبالتالي في الكراود او الدوليتل ككمبيوتيشنال وايز وكراوند اوف ايرورز كلاهما بيعطيني مين؟ بيعطيني نفس البيهيفير نفس البيرفورمانس. طيب
هسه نشام متذكرين في الجاوس إليمينيشن يوم أخذنا الرير ميثود؟ دكتور. شو رأيك يا نشام؟ متذكرين؟ بالتالي ركز معاي على اللي بدي احكيه. الدوليتل مرتبطة مع مين؟ مع الكومن جاوس. ايوه. والكراود؟ مع الرير جاوس. ايوه. هيك صار وضعك وحريقة. بالتالي واحدة مرتبطة مع الكومن جاوس إليمينيشن ميثود اللي هي الدوليتل، بينما الكراود هي عبارة عن ايش؟ مرتبطة مع الرير جاوس إليمينيشن ميثود. وبالتالي يا نشامة احنا قبل شوي قلنا الكراود الإليمنتس تبعات اليو ماتريكس الدياجونال إليمنتس بيكون عبارة عن قديش؟ يونيتس. واللي فوق الدياجونال وعبارة عن ايش؟ اللي بدنا نوجده. طيب بقول لك هسه أول ملاحظة، الماتريكس هي عبارة عن اللور تريانجولر ماتريكس اللي بنحصلها عن طريق مين؟ الباكورد إليمينيشن فيز تبع مين؟ تبع الرير جاوس إليمينيشن ميثود. لا تنسى إنه الرير جاوس إليمينيشن ميثود نهايتها بعد الإليمينيشن فيز شو بنحصل؟ على ال ماتريكس ولا على يو ماتريكس؟ هل بنحصل على لور تريانجولر ولا أبر؟ لور لور. بنحصل على اللور. بالتالي بقول لك بعد ما تخلص الباكورد إليمينيشن فيز اللور تريانجولر ماتريكس هي نفسها مين؟ ال ماتريكس تبعت مين؟ تبع الكراوت. وبقول لك اليو شو مالها؟ اليو الدياجونال إليمنتس فيها مين؟ يونيتيز. واللي فوق الدياجونال هن نفسهن الملتبلايرز هذول اللي استخدمناهن اثناء الإليمينيشن فيز اللي هو هيها اللي هو هيها هاي نهايتها مسك الختام. بقول لك يو جي اي از ايكوال تو الملتبلاير ام جي اي واللي هي اي جي اي على اي اي اي. وبالتالي نشامة وانس انه حلينا السيستم اوف لينير اكويشنز باستخدام مين؟ باستخدام الكومن جاوس إليمينيشن او الرير جاوس إليمينيشن، هل بنقدر نطلع الديكومبوزيشن فيز في الكراود او في الدوليتل مباشرة ولا لا؟ دكتور صح؟ صحيح. وبالتالي ما في داعي تغلب حالك في الكالكوليشنز اللي حكينا عنهم هذول، يعني يمكن نشوفهم طلاسم يوم بدك تبرمج بدك تستخدمهم، بس مش ناوي انا ادخل بتفاصيلهم شنو يمكن يصيروا فيك وعوموا. وبالتالي يا نشامة اذا حلينا السيستم اوف لينير اكويشنز باستخدام الكومن جاوس إليمينيشن بحصل على الدوليتل ديكومبوزيشن، واذا حليناه باستخدام الرير بحصل على ال واليو ماتريسيز تبعات مين؟ تبعات الكراوت. طيب وبقول لك الدي شو مالها هاي؟ الدي هي نفسها الاوجمنتد فيكتور بعد ما نخلص الباكورد إليمينيشن فيز. وهاي برضه الاكويشنز هذولا انسوا لي اياها مش مطلوبات منكم، خلينا نشوف الاكزامبل هذا. بقول لك يا نشامه باستخدام الكراود ديكومبوزيشن اوجد لي مين؟ اوجد اليو ماتريس اليو ماتريكس و ال ماتريكس من مين؟ من باستخدام الماتريكس اي هاي. لا تنسى هون نشامه اعطاني، هل اعطاني سيستم اوف لينير اكويشن كامل؟ لا الاكزامبل هذا ما اعطاني سيستم اوف لينير اكويشن كامل؟ لا لا بس اعطاني الايه. شو اعطاني؟ اعطاني الايه. الايه مش احنا قلنا في الديكومبوزيشن فيز سواء في الكراود او في الدوليتل شو الهدف منه؟ الهدف منه given الايه given الايه we want to find مين؟ واللور تريانجلر ال ال واليو ماتريسيز صح؟ بالتالي هون ما قال لي وجد الاكس، هون بقول لي بس استخدم الديكومبوزيشن ميثود الكراود واستخدم اول فيز منها اللي هي الديكومبوزيشن فيز حتى تعطيني مين؟ ال ال واليو ماتريسيز تبعات الاي. طيب هون يا نشامه بقول لك يا نشامه حليناها باستخدام الرير جاوس إليمينيشن ميثود هيها مش راح ادخل بتفاصيلها. اوكي وبالنهايه حصلنا على هل هاي نشامه عباره عن لور تريانجولر ماتريكس؟
صح؟ هل هاي السيستم هذا هل هو lower triangular matrix؟ صحيح. طيب how many zeros did we find, did we eliminate? 3. معناته قدام كل zero لازم يكون في multiplier صح؟ لاحظ أول multiplier عندي minus 0.6 أو 0.6 اللي بدي يطلع عندي 0.6 عشان الفورميلا أصلا عندي هون بالماينس الفورميلا الأصلية لا تنساها هون في عندي ماينس بالتالي الماينس هذا بتتركه وبتأخذ بدون الماينس هذا هو عبارة عن قيمة الإليمنتس بدون الماينس بالتالي نشامة أول إكويشن هايها شو الملتبلاير تبعها 0.6 والملتبلاير الإكويشن الثانية هل هو واحد شو رأيكم هون هل هو قيمته واحد يونيتي؟ يس. والإكويشن آخر واحدة هل هو قيمته 6.25؟ صح؟ بالتالي هاي يجينا حطيناها بنفس الأوردر 6.25 و1 و0.6 وطلعت معاي مين؟ اليو ولا تنسى أن اليو الدياجونال إليمنتس تبعتها شو مالها؟ يونيتيز يونيتيز وضحت يا نشامة؟ اي سؤال لغايه الان على الكراود ديكومبوزيشن والدو ليتل ديكومبوزيشن اي سؤال تفضل يعطيك العافيه دكتور تفضل هسه احنا لما نسوي الاليمينيشن بطريقه الجاوس نعمل بيفوتينج ولا بس على طول بنسوي الاليمينيشن هسه انت عباره عن بتقدر اذا انا كنت طالبك بيفوتينج سوي البيفوتينج اوكي بس عادة احنا اثناء الحل بالكراود ديكومبوزيشن ما بنسويها سؤال ثاني دكتور هسه احنا مرات ما كناش نعمل اي اكستشينج لانه كان في زيرو من الاصل صح ولا لا طب هسه بالحاله هاي شو بكون الملتبلاير اللي بدي احطه بده يكون اللي هو بده يكون نفسه زيرو يعني فهمت علي الدكتور ولا لا؟ عارف يوم يكون يوم بعد الاكسشينج يعني سواء يعني اذا جيت مع الهبل دبل اوكي وطلع عندي بلود دياجونال واحد من زيرو بده يكون الملتبلاير عباره عن زيرو تمام دكتور اوكي يعني الاكويشن ما تغيرت تمام وضحت؟ دكتور تمام طيب اي سؤال ثاني نشامة؟ طيب هسه يا نشامه اللي اخذناه قبل شوي كيف نوجد ال واليو ماتريسيز باستخدام مين؟ باستخدام الكومن جاوس اليمينيشن ميثود او الرير جاوس اليمينيشن ميثود صح؟ هون بدنا نعطيكم هذا مش موجود بالكتب اللي هو انا سميته سيستماتيك ابروتش فور فايندينج ال يو اللي هي الدوليتل واليو ال اللي هي الكراود ديكومبوزيشنز بالتالي هاي نشامة حتى ما تخربطش حالك لو ما قلت لك حلو باستخدام الجاوس إليمينيشن وبدك توجدهن دايركتلي شو بتساوي؟ هسه نشامة في الدولتل مش قلنا احنا الـ A is equal to L U صح؟ هون نشامة انا مفترض انه عندي سيستم 3 by 3 للـ A ولل L ولليو ولا تنسى انه في الدوليتل شو حكيت قبل شوي اللي لما استبعات ال هل بيكون يونيتيز صح ماشي مع الشباب ولا لا معك دكتور طيب لو جينا سوينا الماتريكس ملتيبليكيشن هاي يعني جينا مسكنا ال وضربناها عن طريق الماتريكس ملتيبليكيشن بيو هاي جينا ضربناها ببعض بحصل بالنهاية على الماتريكس هاي أوكي هاي عبارة عن مين؟ هاي عبارة عن حاصل ضرب الأل في يو وهاي شو لازم تساوي؟ الأي مش الأي يساوي أل في يو ولا لا يا نشامة؟ صح؟ أيه. طيب لو يجينا يا نشامة بس for one second اجينا عندك تو ماتريسيز هذول يوم نسويهم ببعض
هل معناته كل إليمنت من هاي الماتريكس لازم يساوي الكورسبوندينج إليمنت من الـ A؟ دكتور مش هذا الماتريكس إيكواليتي ولا لا؟ مر معكو؟ يوم يكون إن two matrices they are equal، مش مثلا هذا الإليمنت لازم يكون نفس هذا A11؟ نعم. وآخر واحد هذا الجراء شو لازم يكون قيمته؟ A33. صح. وبالتالي بالماتريكس إيكواليتي بصير كل إليمنت A J I يساوي الكورسبوندينج إليمنت من هاي الماتريكس، صح؟ طيب إذا جينا سوينا how many equations we will get؟ How many equations we will get؟ N by N. هل بتكون N squared in general؟ مظبوط. اللي N by N. يعني هون أنا عندي square matrix 3 by 3 بطلع 9. بعدد الإليمنتس اللي في الـ A. أوكي. بدي يطلع عندي number of equations. وبالتالي عدد الإليمنتس إذا كانت الـ A general اللي N by N. بدي يكون N squared. صح؟ طيب. هسه يا نشامة. لاحظ هون يا نشامة في variations عندي. في روز بيكون إن فيهن simple cases، يعني لاحظ أول رو عندك هو، هل هو very simple؟ صح؟ طيب وين الكومبلكسيتي قاعد بتزيد؟ خلينا نحكي مع بعض، وين الكومبلكسيتي؟ أسهل إشي اللي هو مين؟ أول رو هون، بعدين وين اللي أصعب بعديه مباشرة؟ بدنا نأخر أصعب إشي لآخر إشي، وين البعديه في الكومبلكسيتي؟ هل هو هذا الإليمنت؟ وهذا الإليمنت ولا لا؟ طب وين الأصعب بعديه؟ هل هو هذا وبعدين هذا؟ صح؟ صحيح. وين الأصعب البعديه؟ هل هو هذا؟ وين أصعب إشي؟ آخر إليمنت اللي هو آخر إشي. بالتالي يا نشامة إحنا يوم أحكي عن الكومبلكسيتي هل بحكي عن الـ number of multiplication processes زائد الـ number of addition processes ولا لا؟ لاحظ هون ما فيش أول رو يا حرام يتيم مسكين هذه مسالم لا multiplication ولا summation صح؟ بهذا وبهذا الاثنين هذول هذا وهذا هل في عندي addition؟ لا بس في عندي single multiplication صح؟ هون هل في عندي single multiplication one addition؟ صح؟ صحيح. وهل هذا نفس الاشي؟ مظبوط. طيب هذا يا نشامة اللي في كومبلكسيتي أعلى هذا في two multiplications one addition صح؟ صحيح. صح. طيب هذا آخر اشي الجرار هذا how many multiplications و how many additions؟ two multiplication two addition صح واضح نشامة ولا لا وبالتالي الكومبلكسيتي اللي عندي تعتمد على النمبر of multiplication processes والنمبر of what addition processes أسهل إشي أول رو وأصعب إشي آخر element هو معناته نشامة يوم بدي أوجد اليوز لاحظ عندي how many unknown elements are there in those two matrices الألبليو هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة صح مش عندي تسعة unknowns keeping in mind إنه إحنا حطينا ال I is equal to unity صح بالتالي أنا يوم أساوي الماتريكس هاي بالماتريكس هاي بحصل على 9 equations وهل ال 9 equations فيه 9 unknowns صح هاي من 9 unknowns حكينا عنه قبل شوي بالتالي لو واحد منكم دبساته مي احنا يا شباب شو الهدف من الال واليو انه نوجد الال واليو ماتريسيز باسهل طريقه لو واحد دبساته مي وبلش يحل لي السيستم بلش لي بهاي وبعدين راح لي على هاي وبعدين على هاي وبعدين على هاي وبعدين على هذول الثنتين وخلى هذول اخر إشي
هل بده يكون حول السيستم of 3 equations لسيستم of 9 equations ولا لا؟ صح. معناته هل بيكون احنا جينا تنكحلها عميناها ولا لا؟ صحيح. يعني انا عندي سيستم اللي بلشت فيه الاصلي هذا هو السيستم of 3 equations، اثناء خطوات الحل اللي دبساته مي ومش عارف كوع من بوعه ولد لي 9 equations with 9 unknowns وبدو يحلهم في الريفيرس اوردر. اذا حليتهم بالريفيرس اوردر معناته راح يطلع معك 9 equations with 9 unknowns، وبالتالي بدل ما تحل 3 by 3 حولته ل 9 by 9. معناته هل وهرفنا ولا عباره عن حلنا بالاتجاه الصحيح؟ هل حلنا الابروش تبعنا غلط ولا صح؟ انا كان بدي 3 باي 3 وحتى حل 3 باي 3 ورطت ب 9 باي 9. اكيد غلط دكتور. اكيد غلط. بالتالي هون ترتيب الايكويشنز يا نشام، هذول ال 9 ايكويشنز هو المهم. We should organize the equations such that كل الـ variables هذول هن الـ 9 they should be solved directly one at a time without going to a system of 9 equations. وضحت؟ طيب معناته نشانه شو الـ approach اللي بقدر امشي فيه؟ هل بقدر اقول U11 تساوي A11؟ اكيد ده. و U12 A12 U13 A13 بعدين بنزل هون من هاي شو بوجد؟ A21 شو؟ لا من A أو معطاه، ركز معاي أنا كله موجوداتي لأنه نزل اللي عندي شين الأل واليوز من هاي، من هاي الإكويشن اليوم أسويها بA21 شو بوجد؟ L21 بوجد L21 وبنزل على تحتيها وبسويها بهاي بوجد مين؟ L31 L31 بعدين بروح حول شو بوجد؟ L1 U12 U22 عفوا ركزوا معي نسامة مو هو U12 فرط هون صح وL21 وين فرط؟ عالشمال عالشمال ركز معي نسامة بالتالي مين العنصر الجديد؟ U22 طيب باجي على هاي مين اللي بدي اوجده؟ U23 U23 طيب ليش U23؟ هل U13 هيو؟ مزبوط. و L21 هل انا حليته من وين؟ من هاك؟ صحيح. طيب بعدين بنزل وين؟ على هاي هاي L31 اوجدتها من هون و U12 هايها ويو 22 هيا فوق حليناها قبل شوي مين بضل عندي؟ ال 32 بتفرض. طيب باجي على اخر فورمولا هاي وبسويها مع A33 شو بوجد منها؟ 3 هل بوجد من خلالها U33؟ مظبوط. طيب من هون شو اللي بدي اوصل لكم اياه الفكره؟ الفكرة يا نشامة إنه بدك تعرف من أين تؤكل الكتف. وضحت؟ يعني بدك تعرف الأوردر اللي لازم تمشي فيه في خطوات الحل حتى ما تورط حالك بسيستم of n squared equation. صح؟ إذا حليت بالاتجاه الصحيح بفرط معك الـ unknowns one unknown at a time. صح؟ صح. بس إذا استخدمت أسلوب غلط بتكون بدك تكحلها بتكون عميتها. عندك system of n equations بتولد system of n squared equations حتى تحل، وبالتالي شو عظم الله أجركم. وضعت يا نشامة بالتالي هون الأوردر تبع الحل مهم جدا. وبالتالي هيو يا نشامة هاي الـ 9 equations وهاي الـ 9 equations اللي بيحتوين الالمنتس تبعات ال واليو زي ما حكيت قبل شوي ممكن نحلهم ب 3 ابروتشز. شو هن 3 ابروتشز؟
يا اما بنمشي اول رو صح، اول رو بنمشي رو رو، الرو الاول بنوجد هذول، بعدين بنمشي الرو الثاني، بعدين بنمشي الرو الثالث. هل اذا انا مشيت روز بحلهن؟ شو رايكم يا شامل؟ اذا انا مشيت بالرو الاول ووجدت كل الليمنز تبعات الرو الاول، بعدين بروح للرو الثاني، اول ايليمنت بوجد ال21 صح، هون شو بوجد؟ U22 بوجد U22، بعدين بروح هون الرو اخر ايليمنت بالرو الثاني U23، بعدين برجع للرو الثالث شو بوجد من هون؟ L31، ومن هذا L32، ومن هذا U33. بالتالي أول أبروش للحل إني أمشي رو، هيو روز، هيو كاتب لك أنا هون first row second row third row لحد last row. طب في أبروش ثاني، لو أنا جيت مشيت فيه إيش columns، يعني مشيت هذا أول column بحلم columns هون، column الأول وبحله، بعدين بروح للsecond column، وبعدين بروح لحد اللاست كولوم. هل هذا السيناريو بنفع برضه؟ شو رايك؟ مزبوط. من هون وجدنا U11، من هون شو بنوجد؟ L21، ومن هون L31. L31 هذا دايركت، من هون شو بوجد؟ U22. ومن هون L32. طيب هاي دايركت، من هون شو بوجد؟ U23. ومن هاي U33. معناته يا شامة أول أبروتش إنه نمشي رو باي رو من أول رو للأخير صح. الأبروتش الثاني نمشي فيهن كولوم باي كولوم، مضحت. طيب في عندي أبروتش ثالث اللي هو ميكستشر بين الأبروتش الأول والثاني. لاحظ في عندي روز نمشي فيهن روز من الأول للأخير، اوكي، وهون كولومز من اول كولوم للاخير، واخر سيناريو اللي هو خليط بين السيناريو هذا والسيناريو هذا. خليني على اساس هذا راح احوله لاخر واحد عشان ما تصيروش تقولوا عومو، هذا لو خلينا اخر شيء. اوكي نشامه، بالتالي بالسيناريو الاخير بمشي فيه الميكستشر، بقول فيرست رو فيرست كولوم، سكند رو سكند كولوم، لحد اللاست رو لاست كولوم صح. وضحت يا شباب؟ بالتالي ها لو بدنا نيجي نرسمها هون الثري سيناريوز، حتى نوجد شو الهدف من الثري سيناريوز هذول، حتى نوجد ال L and ال U matrices من ال given A. بيكون عندي given A بدنا نوجد ال U وال L elements صح. بالتالي اول سيناريو انه نمشي باللي هي ال L في U أول رو ونحلهن، ثاني رو ونحلهن لحد آخر رو، وبنوجد كل اللي مستبعات ال L واليو صح. طيب بنروح للسيناريو الثاني، دكتور يعطيك العافية. هلا بس ضل دقيقتين عشان. طيب ماشي خلص هسه بخلص. السيناريو الثاني يا شامة بمشي فيها أول كولوم ثاني كولوم لحد مين؟ لحد اللاست كولوم، هذا السيناريو الثاني. السيناريو الثالث لا، بقول لك دياجونال، يعني بتمشي أول كولوم مع أول رو، ثاني كولوم مع ثاني رو، وبتظلك ماشي فيهن لحد اخر اليمنت اللي راح يظل هون عندك اليمنت واحد. وبالتالي يا نشامه هذول هن السيناريو تبعات الحل. وضحت يا نشامه؟ طيب خلينا نشوف الكراوت على السريع ومش راح اخذ وقت. بالكراوت حاصل المالتيبليكيشن بيكون بالشكل،
والإليمنتس تبعات اليو هن بكون يونيتس. يوم جينا ضربناها هن طلعت معي هاي. وين السمبلست رو؟ لاست رو. اللاست رو. وين الموست كومبلكس إليمنت؟ فيرست الأول. هل هذا هو عبارة عن الموست كومبلكس إليمنت؟ مظبوط. بالتالي هل الأمور صارت رأساً على عقب؟ لاحظ هون عقد واحد كان اللاست إليمنت هون، بينما في الكراوت وين صار عقد إليمنت؟ هاي وهون يا نشامة أسهر رو كان أول واحد صح، هناك شو صار؟ آخر واحد. وبالتالي نشامة هون بده يصير، هل الأوردر تبعنا بده يصير ريفيرس؟ هل الأوردر تبع السوليوشن سيناريو راح يصير ريفيرس ولا لا؟ يعني الريفيرس أوردر كيف؟ ببلش وين؟ أول سيناريو ببلش باللاست رو، بعدين السكند بيفور لاست لحد وين؟ لحد الفيرست. أو سيناريو الثاني اللاست كولوم اللي قبل الأخير وبظني ماشي لحد مين؟ الفيرست كولوم. والسيناريو الثالث اللي هو ميكسر بين روز كولوم، بصير أمشي وين؟ لاست رو لاست كولوم، سكند بيفور لاست سكند بيفور لاست. وبالتالي هذول هن السيناريوز ابروتش، وخلنا نرسم لك اياهن. بده يكون خلف خلاف عكس هذا بالتمام، بده يكون عكس هذا بالتمام يا نشامة. بالتالي كيف راح يكون السيناريوز هون وبنهي المحاضره؟ راح يكون ان السيناريوز اللي عندي هون الثري سيناريوز اوكي، اني بمشي فيهن هيك، هذا اللاست كول السكند بيفور لاست، وبمشي بيهن باتجاه مين؟ اول واحد. هذا اول سيناريو. السيناريو الثاني ايه بمشي فيه؟ بمشي فيه اللاست رو السكند بيفور لاست او اللي قبل الاخير، وبظن ماشي فيه وين؟ لمين؟ للفيرست رو. والسيناريو الثالث كيف بده يكون؟ بده يكون ببلش من هون بطلع رو اللاست رو مع اللاست كولوم، وقبل الاخير الكولوم سوري قبل الاخير الكولوم مع قبل الاخير الرو، وبتمشي فيهن دايجونالي بالشقلوب. لاحظون احنا كيف مشينا دايجونالي هيك، هون بتمشي فيهن دايجونالي بالشقلوب. ولاحظ عندي دائما كنا نبلش من مين هون؟ من هون. بينما هون وين كنا نبلش؟ من اخر إليمنت. بالتالي الاتجاهات هون، لاحظ الاتجاهات هون اختلفت. هون الاتجاهات كانت لن رايت اند وات للرايت، وكانت للبوتوم صح. بينما هون شو صارت؟ صارت اتجاهات ليفت وشو وتوب. هون شو كانت؟ كانت رايت وايش؟ واضح اللي بحكيه؟ اه دكتور واضح يا نشامة اللي بحكيه. هون عشان هيك يا نشامة احنا يوم اخذنا لكم طريقة مين؟ طريقة الكراوت، قلنا لك يا نشامة هاي عبارة عن تقلب سحنة الراس، تقلب طاقية الراس. واضح يا شباب؟ عشان هيك احنا قلنا لك هي نفس الكومبيتيشنز ونفس الراوند اوف ايرورز، بس عبارة عن في وحدة كومون وهي المستخدمة عشان هي اللي اسهل على العقل، وفي وحدة بتقلب طاقية الراس. بالتالي هاي هي الرير اللي بتقلب طاقية الراس، هاي هي، وهاي عبارة عن اللي وضعها تمام التمام. ايفن ذو كلاهما باخذ نفس الكومبيتيشنالز اللي ان كيوبد اوفر 3 ونفس الراوند اوف ايرورز، وبالتالي في طريقه سهله التطبيق وفي طريقه صعبه التطبيق. ايفن ذو انه ككمبيوتيشن نمبر اوف اريثمتيك اوبريشنز والراوند اوف ايرورز شو بتكون؟
دسم أي سؤال وبكون هون وقفنا يا منسق. أي سؤال أي سؤال يا نشامة؟ أي سؤال يا شباب؟